11 في القاهرة، جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير المنشآت الرياضية والشبابية في مختلف أنحاء الجمهورية، وأيضا وجه بالاهتمام اللازم بذوي الاحتياجات الخاصة عند تطوير المنشآت الرياضية والشبابية. جاء هذا خلال اجتماع الرئيس مع القائم بأعمال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومع وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، حيث عرض وزير الشباب أهم الإنجازات الرياضية والشبابية خلال عام 2017. هذا وقد منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الرياض للأبطال الرياضيين الفائزين بميداليات وجوائز في البطولات الرياضية العالمية. وخلال استقباله للرياضيين عبر الرئيس عن تقديره لهم والذين لم يحالفهم التوفيق في الحصول على ميداليات، مؤكدا أن المعيار الأهم هو الإخلاص في العمل وبذل أقصى جهد سعيا لتحقيق الإنجازات. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي القائم بعمل رئيس مجلس الوزراء اجتماع لجنة الوزارية الاقتصادية، وقد ناقش الاجتماع سبل تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم استعراض المقترحات الخاصة بتوفير التمويل اللازم لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الفترة القادمة. كما تناول الاجتماع متابعة لمشروع القضاء على فيروس سي، واستعرض أيضا خطة وزارة الصحة فيما يتعلق بالكشف الشامل والعمل على رفع درجة الوعي لدى المواطنين. قال متحدث باسم الشرطة إن الشرطية لقي حتفه بالرصاص وصيبة ثلاثة خلال احتجاجات في إيران، فيما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بمقتل 15 متظاهرا. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم وإلى اللقاء.